هي طبعا الشاي المغلي، القهوة كتير مشكلة كبيرة. وللعلم احب اقولها ان لو جابنا نص معلقة بن على شوية مية عادية او باردة وقلبنا البن، نص معلقة البن في المية الباردة وشربته، ما ضيع الحموضة زيها زي الرايب بالظبط. لو عملت البن ده قهوة تجيب حموضة، يعني وهي سخنة قهوة تجيب حموضة، لكن على البارد كده. انما دوبت انا نص معلقة بن في كوباية مية باردة او في نص كوباية مية وشربتها، تضيع الحموضة. تضيع الحموضة، سبحان الله. بالظبط، عشان كده حضرتك بتقول الشاي المغلي. طب ما احنا حضرتك قايل لنا قبل كده لازم كل الحاجات المغلية. المعدة السليمة. المعدة السليمة.